المواد نروح الى بلدان واحد اخرين، واصلا المواد الاوليه كنجيبوها من البلدان الاسلاميه بحال اندونيسيا ولا مصر، يعني البرودوي ديالنا خصو يكون المعايير ديال الدول الاسلاميه. اوكي، for now we just to presenting how to process indomie and then after that you are welcome to visit to our factory to see how to process step by step in the process area with real process. الوغ دابا غادي نشوفوا غير يعني صور، ولكن دابا شويه غادي نمشيو للمصنع باش تشوفوا حقيقه، تزولوا داك الشكوك اللي عندكم كاملين اللي كاين تتروج بالاصوات. Okay, this is our product majority from the material for flour, farine, and we have import, not import, this is flour for local, Moroccan flour. أول مرحلة كما مكتوب هنا في واحد هو اختيار القمح، فأول حاجة كتصاوب بها الاندومي بحال كنصاوبوا العجينة في الدار القمح، وهذا القمح ماشي مستورد، هذا القمح مغربي 100%، فالقمح ديالنا ديال الدار بحال اللي كتوجدوا في الدار حنا كنصاوبوا في المصنع ديالنا، وماركة مغربية يعني كنخدموا مع مصنع ديال القمح في المغرب. And this number two is process mixing. In the process mixing, we add this calcium carbonate, potassium carbonate, and also vitamin to put inside in the alkali and then to mixing with flour. الو المرحلة الثانية هي بحال كنصاوبو في الدار العجينة، كنخلطوها كنزيدو عليها الماء كنزيدو عليها مكونات اخرين، فهنايا هنايا في المصنع كيزيدو عليها حوايج اخرين بحال الهيدروكربورات الفيتامينات الكالسيوم، لانه ما هادشي اللي حنا دابا غادي نخدمو عليه ان شاء الله العام الجاي، يعني الاعلانات ديالنا كلها غادي تكون محورة حول هاد الفوائد ديال المستهلك اللي غنشوفوهم من بعد. The process missing need around 15 minutes and then another step is process pressing. This is number three is process pressing. أنا بحال الدار ملي كنخدم العجينة وكندلكوها بالدلاك، فهنايا كاينة لا ماشين اللي كنديرها هكا باش كتعطينا كبس العجينة كتجي مكبوسة. After that, this is number four is for process slitting. Slitting meaning to make it the product curly. This is process to number four. ألوغ المرحلة الرابعة هي ديك العجينة اللي كتكون عندنا مكبوسة كنردوها مواجة. إت إندومي لافونتاج ديالها. لافونتاج ديالها هي كلها مواجة ماشي بحال لي بار، يعني خاصها تبقى داك التمويج ديالها. This is different with the spaghetti that Indomie noodle is curly. Curly meaning what? مواجة. مواجة. After make it slipping, we have any process steaming. الوغ كنديرو البخار بحال ملي كنجيو نبخرو الخضرة في الدار باش كنطيبوها وكنعرضوها للبخار، كاينة لا ماشين اللي كتعرض للبخار. Okay, continue to make it the cutting, to make it cut. This is our product after make it steaming around 10 minutes. To make it the product. Actually, when the make it spaghetti stop from that process, we still continue to make it cutting. Alors l'avantage de l'indomie, هي ملي كتعرض البخار كيتقطع على شكل قوالب بحال هكا كتجي دي بلوك باش كتجي مقاده ملي كيجيو يديروها في المبرد. Yes, this is for process number 7. Number 8 is frying. So meaning that actually the our product already cooked. You can eat directly. This is our product already cooked. Frying. Yes. You can cook this, you can eat this directly because this is product already cooked actually. الوغ هنايا هاد المرحلة السابعة اللي هي مرحلة القليب الخفيف، علاش هي كتوجد غير في 3 دقائق؟ حيت هي مسبقا مقلية، يعني دابا حليناها وفرتدناها بحال اللي خدام نسترسي صوتو قابلة للأكل وما فيها حتى شي مشكل. هذا هو لافونتاج ديالها، لأن ملي كنجيو نطيبوها 3 دقائق دغيا دغيا هي ديجا راه طايبة. Then after process frying, we process is cooling to make it. You know that. You know we have process frying the temperature until 150 degrees. So for to make it our product dry enough, and then for to avoid any bacteria inside in our product. So we are frying until 150 degrees. المرحلة القلي كتكون فيها 150 درجة. العجينة منها
كنحطوها في لومباراج بحال اللي كنديروا الخبز اللي كيكون سخون كنخشيو في الخنشة كيكرم. دونك شنو خص في المرحله ديال الاندومي التصنيع عالميا كيعرضوها شويه للتبريد باش ما كيوقعش فيها كيتسقوا فيها دي بكتيري. اوكي نمبر 8 از كولينغ. كولينغ مينينغ تو ميك ات اور برودكت فروم هوت تو كول بيكوز وي شود بروتيك before the packing the product must be cool. Why? To make it any oxidation inside, so to avoid our product you know that shelf life will be little will be less, so we are put the product become like ambient temperature, make it cool. بحال اللي فسرت دابا مستر سيسوطو اكد بان خص لابد تكون مرحله التبريد باش ما كيوقعش مشكل ديال البكتيريا ما كيوقعش مشكل ديال تكرم يعني لا لو سيكل دو في يعني مده الصلاحيه ديالها كتكون ديال عام ماشي قل منها يعني بزاف ديال المراحل كاينه في التصنيع باش تحترم هذه المرحله ديال التبريد. And continue to make it packing. There is only in the bag number 9 is packing. This is to put seasoning powder inside with automation. To make it seasoning powder inside with automation. We have machine to tap cutting directly in the our nozzle. So not too much the people touch in the product. الو المرحله التاسعه هي ما قبل الاخيره اللي كيكون فيها يعني مرحله ديال التوابل اللي هي امبورطون اللي فيها ديال الكريم اللي فيها ديال الكروبات اللي فيها ديال باش كنعرفوا لانه هما كاملين عندهم نفس الاساس لانه ديال القمح كلهم عندهم الميم غو يعني نفس النكهه نفس المذاق ولكن اللي كيختلف هي الساشيه ديال التوابل. And the finishing we put production code to see when the production will be produced and what time the production will be produced. So they're very clear, that's our product. For example, this is 16 September 2018, on time is 13, meaning on 1:09. So we can, this is why we put the date, this is very easy for control and very easy to make traceability. So if any complaint from the our customer, oh, well, you have product, this is, okay, we can check this, what the date and what the time. So this is, if any problem, we can return back to see the produce, what happened on that time. Alors, في آخر, كما قال مستر سيسوطو, ملي كيتأمبالا البرودوي وكيتخشى فيه لاسيزونمون التوابل, كاينة مرحلة اللي هي أساسية هي كيتطبع بلونك لا دات يعني تاريخ ديال الإنتاج والساعة ديال الإنتاج. علاش؟ باش لا كان عندكم نتوما شي شكاية من شي مستهلك شي بروبليم وقع في السوق ولا شي حاجة, حنا كيسهل علينا لو كونترول ولا تخصابيتي ستيغ ملي غادي نرجعو فوقاش تصاوب هاد لو برودوي غادي نعرفو اكزاكتومون واش وقع شي بروبليم ولا شي حاجة. هادي من يعني الكماليات ديال الكونترول ديال المراقبة اللي هي أساسية في التصنيع ديال اليوم. Okay, thank you very much. Thank you very much for this our short presentation. Insha'Allah, Jum'ah Barakah, Allah for you. So welcome to coming to factory. Thank you.